نستطيع التبرع والمشاركة في هذا الوقف ويعني احتساب الأجر، وأنه أحيانا أعمالنا الدنيوية أو أشياء تواجهنا في حياتنا قد يكون شيء من أسباب توفيق الله لنا فيها وتيسير الله لنا، أنه قد يكون باب من أبواب الخير وهو باب الصدقة، قد يكون لنا شيء جزء منه. حمد، ممكن عندك تعليق؟ أنا أقول هي بما أننا نتحدث اليوم عن قصة مستجابة أو قصة دعاء مستجاب، أنا أقول قد يكون سبب استجابة دعائك هو أعمالك الصالحة مثل ما ذكر الشيخ، بر الوالدين أو صدقة أو صلاة أو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتقديم صدقة، لا سيما في هذا اليوم يوم الجمعة أو في غيره من الأيام، لأن هذه الصدقة بلا شك ستكون سببا بإذن الله سبحانه وتعالى لدفع غضب الله سبحانه وتعالى عنك، ومن ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى إجابة الدعاء. وتذكر دائما وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تتعامل مع الكريم، أنفق المال الذي أنعم الله به عليك والله سيخلفك خيرا في صحتك، سيخلفك بركة في أموالك، في صحة أبنائك، في راحتك النفسية، في راحتك البدنية، ولن تخسر في تجارتك مع الله أبدا، وخصوصا في هذا الوقت الذي هو في مدينة محمد صلى الله عليه وسلم.